أوقات النهي. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لصلاة التطوع بالحديث عن أوقات النهي. مناسبة ذلك أن هذه الصلوات، صلوات التطوع، لا يشرع فعلها في أوقات النهي إلا ما ورد النص به، وسأشير لبعضه في كلام المصنف. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. طيب، أوقات النهي يقول أهل العلم إنها خمسة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل الإجمال. لماذا قالوا ذلك؟ لأن الوقت والأول، لأن الوقت الأول والثاني متصلان، والوقت الرابع والخامس متصلان، فقد تجعل الوقت الأول والثاني وقتا واحدا، والثالث يكون هو الثاني، والرابع والخامس يكونان هو الوقت الثالث. إذن لا فرق بين جعلها ثلاثة أوقات وبين جعلها خمسة أوقات، وإنما هو بسط في العرض وإجمال فيه. هذه الأوقات سيأتي في كلام المصنف بسطها وذكرها. قال: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. أوقات النهي إنما ينهى فيه عن الصلاة النوافل، وأما صلاة الفرائض فإنه لا ينهى عن الصلاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك هو وقتها، يشمل ذلك وقت النهي وغيره. إذن الفريضة سواء كانت أداء أو كانت قضاء فإنه يجوز فعلها حيث وجبت على الآدمي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قول المصنف: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. كلمة المطلقة تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون المطلقة يقابلها المستثنى، المستثنى بمعنى أن هناك نوافل مستثنات يجوز فعلها في وقت النهي، ورد النص بها. من هذه النوافل، من هذه النوافل المستثنى التي ورد النص بها ركعتا الفجر، فإن ركعتي الفجر تصلى في وقت نهي بعد طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فدل ذلك على أنها مستثنات. من المستثنات كذلك ركعتا الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، فدل ذلك على أن صلاة ركعتي الطواف تجوز ولو كان في وقت النهي لورود النص به. إذن الاحتمال الأول أن يكون ما يقابل المطلقة ماذا؟ المستثنى، وهذا هو المشهور على المذهب. المعنى الثاني أن يكون المقابل للمطلقة المقيدة، وهي ذوات الأسباب، فيكون ذوات الأسباب هي المقابلة للمطلقة، فكل ما كان من السنن من ذوات الأسباب فإنه يجوز فعلها في أوقات النهي. والحقيقة أن هذا القول وإن قال به المصنف والشيخ تقي الدين لكن لا يصح إطلاقه، للاتفاق أن بعض ذوات الأسباب لا يصح فعلها في أوقات النهي، ولذا لا بد عليه من زيادة قيد. لكن على العموم أنا ذكرت لك الاحتمالين لكي تعرف الروايتين، وأن كلام المصنف يحتمل الثنتين.